إخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. لا حل للتطرف إلا من خلال، في رأيي، من خلال التوازن والاعتدال. ومشكلة التطرف هي من القضايا الرئيسية التي اهتم بها الكثير من العلماء والمفكرين في مختلف العلوم، في العلوم الاجتماعية بالخصوص، والسياسية والإنسانية والقانونية. هي ظاهرة اجتماعية بالأساس، فالتطرف هو تجاوز الحد وخروج عن المألوف. التطرف هو غلو، التطرف فكر، التطرف وسيلة، التطرف سلوك. قد يؤدي إلى العنف، قد يؤدي إلى السلب، قد يؤدي إلى كثير من الظواهر الأخرى. مثل ما قلت، لا حل لمواجهة التطرف إلا من خلال الاعتدال والتوازن، وذلك مصداقا لقوله تعالى في كتابه الكريم، وبالضبط في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يعني حل التطرف موجود بالضبط في هذه الآية الكريمة. وفكر الاعتدال والوسطية من أهم الأفكار لمواجهة التطرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.